وللمزيد حول استمرار الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا ودعوة موسكو للحوار بين الأطراف المتصارعة، ينضم إلينا عبد الفتاح أبو طاحون المتخصص في الشأن الروسي عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بك معنا أستاذ طاحون. الجيش الأذربيجاني يتقدم في محاور عدة وإصابة قادة في الجيش الأرميني، إلى ماذا يمكن فهم تراجع هذا التقدم الكبير للجيش الأذري؟ تحية لك ولمستمعيك مشاهديك الكرام. هو حتى اللحظة يعني أرمينيا فقدت حلفائها، الحلفاء يمارسون دور الوساطة في الوقت التي كانت حسابات أرمينيا أن يتدخل الروس لصالحهم، لكن الروس إلى هذه اللحظة يعني الطائرات المسيرات التركية تطير من فوق القواعد الروسية في أرمينيا بدون أي احتدام، لا الروس يطلقون مضادات ولا الأتراك مهتمين. هذا يعني نابع من سياسة عدم الاحتدام بين روسيا وتركيا. فالأذريون يتقدمون وأرمينيا تتراجع ولم يبقى لها إلا الجلوس على طاولة المفاوضات. في هذه قبل ساعتين من الآن كان هناك اجتماع لرؤساء حكومات المجموعة الاقتصادية لدول الأورو أسيوية من ضمنها روسيا وبيلاروسيا وكذلك أرمينيا، وكان هذا الاجتماع في أرمينيا وكانوا موجودين يعني رجال الحكومة الروسية، وهذا يعني يؤكد يعني الضغط الروسي على أرمينيا للخروج من هذه الأزمة، لأنه الوقت ليس في صالحها. تقدم الأذربيجانيين على الأرض يعني يكسب أرض مزيدا من الأرض، ومحاولة أرمينيا لشيطنة أذربيجان لم تفلح فيها، يعني جرها إلى حرب المدن وحرب المدنيين، واليوم كان هناك قصف للكاتدرائية في الإقليم تتهم فيها أذربيجان، لكن هذا لم يفلح ولم يبقى لها إلا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سيما من دعوة من حليفها الأكبر من روسيا. نعم، يعني منذ أيام صرحت موسكو بأنها لن تتدخل في الصراع الدائر في إقليم كاراباغ رغم الاتفاق أو الاتفاقات العسكرية بينهما، هل هو هروب من موسكو أم ورقة ضغط تلعب بها ضد الغرب؟ لا، هي روسيا يعني تعرف أن الصراع مع تركيا يعني الاحتدام مع تركيا غير وارد، لأنه المصالح التي تربط تركيا بروسيا مصالح يعني ذات ملفات برهانات عالية، مثلا ملف البحر الأسود الذي هو يعتبر المنفذ الوحيد لروسيا إلى المياه الدافئة، هذا كله في يد روس في يد تركيا، وكذلك ملف العقوبات الغربية على روسيا، تركيا وعدت روسيا ألا تنصاع لهذه، يعني هذا في صالح روسيا كذلك. فقضية تخلي الروس أو عقلانياتهم في هذه المشاكل، يعني رأينا مثلا تخلي الروس عن بشار أو نظام بشار في معركة إدلب في مارس الماضي، لم يحركوا ساكنا وتركوه مقابل يعني كانت سبقتها اتفاقية الغاز، وكذلك لم يتدخلوا في طرابلس، تركوا حفتر وميليشياته ولم يتدخلوا، اليوم يتركون الأرمن، يعني تخلوا بعقلانية، قالوا الحرب لا تدور على أرض أرمانية ولكن على أرض محتلة، فهذا كافي لتتخلى روسيا يعني بطريقة يعني تليق بمقامها. لكن اليوم روسيا تدعو لحوار بين الأطراف المتنازعة في كاراباغ، إلى أي مدى يعني ترى بأن الدعوة هي محاولة لمسك خيوط اللعبة في كاراباغ بعد تصريحاتها المتخلية عن أرمينيا؟ هي دعوة لأرمينيا أن تتدارك الوقت قبل فوات الأوان، أن تجلس تضع يعني خطة أو برنامج للخروج قبل أن يعني يدخل الأذريون إلى ويأخذوا أرضهم بالكامل. يعني اليوم تقريبا 10 أيام من المواجهة يتقدمون ويكسبون الأرض، يعني والقتل في صفوف القوات الأرمنية متزايد. فدعوة الروس يعني تكشف للأرمن إنه حساباتكم أن نتدخل يعني خاطئة، عليكم أن تجلسوا إلى طاولة المفاوضات. نعم. سيما هنا في موسكو، يعني في أرض المفروض أنها حليفة لهم. نعم. كيف ترى الدور التركي في هذه الأزمة؟ الدور التركي يا سيدي هو بالدرجة الأولى دور دبلوماسي، يعني تركيا جهزت الأجواء السياسية في المنطقة حتى يعني أذربيجان تنفرد بأرمينيا وتأخذ حقها. يعني العلاقات الروسية التركية
أو يعني سياسة عدم الاحتدام التي تقوم بها تركيا تجاه روسيا هي التي يعني رجحت هذه الفرصة لأذربيجان لكي تستعيد أرضها. ومن جهة أخرى يعني السنوات الماضية تركيا ركزت على أذربيجان كحليف وشريك ودولة شقيقة، فأصبح الخلل في الميزان العسكري لصالح أذربيجان بشكل يعني واضح جدا. يعني إذا ما ذكرنا أنه هذه الطائرات المسيرة صنعت في العام 2020 تقصف منصات صواريخ ودبابات أنزلت إلى الخدمة في العام 1978، الفرق تقريبا 40 عام. فالكفة العسكرية لصالح أذربيجان من يعني بالدعم التركي، والكفة السياسية كذلك لصالح أذربيجان المستمدة من السياسة التركية في المنطقة. يعني أستاذ أبو طاحون، يعني بشكل عام هل تتشكل قوى فاعلة جديدة في العالم متمثلة في روسيا وتركيا تنافس الغرب بعد فعالية البلدين في ملفات مهمة كسوريا وليبيا والآن أذربيجان وأرمينيا؟ أكيد هذا متوقع، وفي المخيلة الروسية أن الغرب بات يترنح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي منقسم على نفسه، رأينا هذا الانقسام في أزمة طرابلس قبل أشهر، ورأيناه في أزمة البحر المتوسط. الموقف الألماني والموقف الفرنسي متباعدان، فأوروبا لم تصل إلى يعني مستوى الدولة القطب بعد اتحادها، فاليوم هي تترنح. فهذا الروس يلاحظونه والأتراك كذلك يلاحظونه، فباتت المصالح بين الترك والروس أقرب. يعني كأنه من ثلاث قوى موجودة في العالم القديم يعني في هذه المنطقة، الروس والأتراك باتوا متفاهمين في مقابل القوى الغربية التي يعني باتت تشيخ وملامح ترنح باتت واضحة عليها. نعم، الكاتب المحلل السياسي عبد الفتاح أبو طاحون كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.